اطرح نفسك أمام الله، ما فيش حاجة ملهاش حل، ما فيش حاجة ملهاش، عند المسيح كله مستطاع، عند الناس غير مستطاع، مع الفكر بتاعنا مش مستطاع، والمش ممكن، هي دي حاجة ممكنة، هي دي مشكلة ليها حل، هو للواحد لا 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 لا، احنا ما نفكرش كده. المستحيلات، المشي على المية ده طبيعي، إقامة الموتى شيء طبيعي، تفتيح عينين أعمى شيء طبيعي، دي أعمال المسيح. المستحيلات ما عندوش مستحيل، عيش في الرجاء، حتى اللي انت فاكر بذهنك ان ملوش حل، خلي عندك الايمان، ايمان الحلو. راجل اللي كان ابنه عيان يقول له ايه تقدر تعمل لنا حاجه، بيقول للمسيح تقدر تعمل لنا حاجه، فالمسيح رد عليه قال له تقدر تامن. سجد الراجل في الارض قال يا سيد إيمان ضعيف، أعن عدم إيماني، وشفع له ابنه. لما حتى إيماني يضعف أقول له إيه؟ أقول له أعن إيمان ضعيف، وأحط نفسي بضعفي بخطاياي بحالتي بمشاكل اللي بحس إنها مش هتتحل، لا أحطها قدامه وكله يتحل. مع المسيح لا مستحيل. اشكروا ربنا، عيشوا في النعمة، تمسكوا به، احفظوا وصاياه، لربنا المجد دائماً.